مباراة الجاية. الركنية لصالح النادي الرياضي البنزرت. احمد الحران يرفع الكرة في القائم الثاني، بن شريفية يتابع وياخو كورته، والحكم محمد بن حسن وكأنه يشيل ضربة جزاء، كأنه يشيل ضربة جزاء ومعها القرار الإداري. ننتظر الإعادة بالفعل حسب إشارة الحكم، قلت وأنه يتجه للإعلان على ضربة جزاء. ضربة جزاء إذن لصالح النادي الرياضي البنزرت. كان التنفيذ من أحمد حران، وشاهدوا معنا العملية، تابعوا معنا جيدا. دزوا وضربة الجزاء إذن يشير لها الحكم ضد خالد القربي اللي غادر أرضية الميدان. خالد القربي إذن يتم إقصاءه على أرضية الميدان، والحكم يعلن على ضربة الجزاء لصالح النادي الرياضي البنزرت. الهدف الأول إذن لصالح النادي الرياضي البنزرتي. هاتان البراطي، هاتان البراطي من ضربة جزاء إذن يفتتح التسجيل في ملعب المنزه أمام الترجي الرياضي التونسي من ضربة جزاء كان أشار لها منذ حين محمد بن حسن. إثر تدخل من خالد القرمي مع أحمد محمود الزوي في مناطق الجزاء دون تردد. محمد بن حسن يمشي لوقت ضربة الجزاء، والنادي البنزرتي اذا يفتتح التسجيل بالكره الثابته، هي الاخطر لحدنا في اللقاء عن طريق هتان البراطي. تغير النتيجه في ملعب المنزه، هدف السابق للبنزرتي.